بك ايه؟ شلا؟ شو طلع معه؟ بشو؟ ولا شي، بس صار ساعة عم تتصفى. لا والله ما عم بتصفى، ناطرك لحتى تخلص شغل بركي نلعب لنا شي دقشه. لا والله انا ما خرج ابدا، ما في تركيز. انت ما خرج ما في تركيز وانا مشسي، بنعمل لها دقشه. يا رب ما خرج. ماشي يا عمل عمل عمل، كانه في هواء عم بيحرك هالجدال. ايه شو يعني الشباك مفتوح؟ ايه والله وانا عم بقول شو عم تصرف هاي كل ساعة، وانا عم بقول انه انا يعني بأسف اقول لك لازم تسكروا تكتكنا من البرد. سكرنا من ويسرنا. طيب شو رأيك نروح نعيط لأبو يوسف؟ انت شو عاجبك بالزلمة؟ ولك في سير جديدة، احداث جديدة، بعدين الزلمة رايق وطيب، اخي بيفهم بكل شيء يا رجل. صار فاتت ثلاث ارباع العالم. انت مو عزمتك رنا على سهرة؟ ما تقوم تروح. ما قلت لها؟ اكسبايرد مالي. انتهت صلاحيتها. بلشت تطلع خلاصتها. لك ايه والله عيب عليك، ركب الندش. يعني ما في شيء جديد؟ بلا في شيء جديد، بس انا الحقيقة شلون بدي لك، مالي بالبود، يعني انا احيانا بحس انه ما بدي اعمل جهد. لك ايش بك انت، التطبيق بتاعي الله وكيلك بتاعي بالتطبيق. ايه خدك. ايه يعني انك انت تقعد ورا الطاوله وتكذب وتبتسم حتى يشلفوا حناكك، وبالنهايه مشان شو؟ يعني انا عم حس انه يا رب. بشكل جدي انت شو مستني لحتى تبلش حياتك؟ بلا افعال بلا افعال. ايه عن جد مستني موت. تعرف جاي على بالي حب، عرفت هاي الحالة تبع تبع الأفلام إنه حابب عاني. عم تتمسخر يا قلبي، حابب تعاني؟ ولك أنت كده الوضع اللي أنت فيه وما عم تعرف تعاني، معناته وضعك ميؤوس منه يا صاحبي. لك إلا أولو عن جد عم بحكي، تبع يكون عندك بيت ظريف وشغل ظريف وحابب وحدة ظريفة، عرفت شلون؟ فجأة بصير في مشكلة، أو حابب أكون بفيلم رومانسي كوميدي، أو لا أكشن رومانس، أو شبك أنت عامل هيك ليه؟ قوم جيك هشام، قوم قول عند أبو يوسف على حابب بيعاني. دخلك طلعتني لعند أهلك اليوم؟ والله خام طلعت. قلت لك بهدل عشك لبك وكيلك أمي ما ساعد فيني المزاوي. لك سيدي خلصت وجيت لهون، غيره اسمع بالمختصر أنا زلمة مغضوب علي الله وكيلك من يوم ما خلقت لهلا، أحسن لهم أهلي إذا ما بيشوفوني بريحهم مني. هلا أنت بالعموم خلصت مراهقة مو؟ ليش حاسك عصيان فيها لهلا؟ هو لأيمت الواحد بضل عصيان بيستنى المراهقة؟ حسب قطر مخه. لا والله عجد حكيني حديث جدي. عجد السلام عليكم.